الحياه كانت اخرى. كان الحياه نتاع قبل كان لها الافرازات هذيا اللي اليوم نشوفوا فيها ثم اسماء كبيره اللي هم يعني الحياه المدرسيه السابقه هي اللي خرجت اليوم اسماء كبيره، كيف تحكي على ما نعرفش انا رجاء فرحات، فاضل الفاضلين الاثنين الجزيري والجعايبي، المنصف البلدي الله يرحمه عبد القادر مقداد، ولين توصل معناها لبرشا اسماء اخرى. هذوما كل كانت التكوين نتاعهم في ايام الدراسه، لان يعني المدرسه ما كانتش تمشي تقرا وتاخذ عدد وتروح برا. انا اعطيت مره راي في الفيسبوك يا اخي، ثم استاذ نقابي ابارامون الكلام اللي كلمني به والشتم اللي شتمه لي، مفروض راهو بياع خرده في الحفصيه مش استاذ، ما يقريش الاجيال، هو بياع خرده وراهو غالبا ما تلقاه متربي. الفكر التعليمي ككل معناها انا ما فهمتش شنية هالنقابات اللي تدافع على الظلم، يعني توا اللي معمول به كل معناها اللي تسمع تحكي مع الناس كلها تلقى اللي يغلط والنقابة تبدأ تلقى له في الحلول كيفاش باش تمنعه، ويبداو يقريوا فيه اش باش يقول، ويجيوا معاه بعقلية انصر اخاك ظالما ومظلومة مش او مظلومة. انا ما انتخبتش، ما ننتخبش، خاطر الانتخاب بالنسبة لي أنا عملية لا ديمقراطية، لأنها يستوي فيها الذين لا يعلمون والذين يعلمون، لذا ما نمشيش ننتخب. الانتخاب عملية لا ديمقراطية؟ لا ديمقراطية طبعا. فلسفة هذه؟ فاش قام فلسفة؟ إذا كنت تحب فلسفة وي، أون بارتون دو مو ساجيس وي، سي أون ساجيس. وي. سامحني، تلقى في الصف اللي يعرف واللي ما يعرفش كيف كيف، وأصواتهم تؤخذ كيف كيف بعين الاعتبار. هذا في الانتخابات. كان ناقف انا بعد الانتخابات نقول لهم راكم عملتوا هاك الحاجه غلطه، وتقول لي تضم فمك اش تفهم منها انت؟ شبي ما يقوليش ضم فمك اش تفهم منها وقت اللي باش نمشي ننتخب ونعطيه صوتي. على فكره انا كلمت لطفي العبدلي وهنيته على حاجه. هنيته على اون تيرم en termes de métier, de cinéma, de visuel. Hanitou al la reconstitution du personnage. Al khatr hadik fi cinéma khidma wahda. Anak takhd shakhsiya ma bach عندنا فيها انا تو علي شورب ولا انا علي شورب في معناها انا من الجيل اللي خلطنا على علي شورب ونعرفوا مآثره وكذا. هنيتو على هذاك. إذا كان باش نلوم مثلا عندي لوم على المسلسل في الوقت هذايا في رمضان بالذات ولا واحد، أي عندي مآخذ ما نقولهاش لطفي ولكن نقولها للدولة. رجعنا نحكيو على المدرسة تو. تقول له تسامحني يا أخي اللي عمل علي شورب ما ينجمش يعمل مسلسل في رمضان اسمه الطاهر بن عاشور. ما ينجمش يعمل مسلسل في رمضان اسمه حسن حسني عبد الوهاب. طبعا اللوم على الدولة التونسية ككل، نبدا من الباجي قائد السبسي وانت هابط. شنو اللوم؟ وزارة الداخلية حقها أول من وقفت المسلسل. تسامحني. يا أخي ولد عم ناول مش عامل ولاد مفيدة؟ إيش ولا مش ولا عندنا جيل كامل ولاد مفيدة؟ المجتمع نتاعنا نجمو نوجهوه. نجمو نوجهوه، سي تخي سامبل. هي العملية وما فيها، احنا ما زلنا مجتمع وقت اللي بعد ما يتفرج في التلفزة قريب يقول صدق الله العظيم. يبدا منشط يهز وينفض ويخلط ويبلبز وحتى كلمتين بجنب بعضهم صحاح ما يعرفش يقولهم، وجملة مفيدة ما تسمعهاش منه، ومن بعد تحل إذاعات هاك الآن الفقاع هذوك خارجين جماعة يتقارضون الثناء يمجدوا في بعضهم، إي والله فلان يخدم في خدمة صحيحة. شنو هي الخدمة الصحيحة يخدم فيها؟ عليه منجي الشملي سيادته وهو ولا بوراوي بن عبد العزيز ولا صالح شغام، هذو الناس صنعوا أجيال اللي نسمي لك فيها. شنو عبد راس مال ورشوة
ناس جماعة الرشوة تجي تكب في فلوسها في الواحد ونعملوا برامج ألعاب وندرى شنو بكلام بذي بكلام بحاجة حشاك من أرك ما ثم ومدام ثم فلوس الدور وبرة تيم بوداير وارا بركة مثالش هات برك دردر لهم خلي يشربوا. هذه هي مزايا الديمقراطية. مش هذه الديمقراطية ساعة نعلم كأنه في المجتمعات الديمقراطية يكافحوا في الشيء هذا. احنا ما عندناش حتى القدرة على المكافحة. احنا الثورة سلبت منا ثقافة المقاومة. ما عادش نقاوم الرداء. أنا كنت نتصور أنه تونس بلادي تكرمني وقت اللي عملت مدينة الثقافة. كيف ترجع لتاريخي وكيفاش نملة في المسارح في تونس وفي خارج تونس، فلسطين، بيروت، كذا كذا، الشام. كنت نتصور أنه وقتي باش يعملوا افتتاح رسمي نكون أنا موجود فيه، باش يبعثوا لي انفيتاسيون للافتتاح العشرة متاع الليل بالتليفون، أي جهز الانفيتاسيون متاعك. نقول لك في هدايا مش ماخو في خاطري منهم، فقط باش نعطيك الصورة المتدنية. هذه أوبريت نداء الشهيد. أوجيك باش نعطيك. ما يحكيوا على المرأة وما مرأة وما مرأة. هاي لله. كاتبتها الشاعرة الجنرال رجاء الشابي. كتابة دراماتورجية و إلى آخره. سي شوية نلقاه أنا وين تصويرته، هرب صاحبي تصويرته ما ثماش. سي رضاع زايس. هذا الفصل متاع الكتابة الدراماتورجية. تنفيذ أعلى مستوى تلحين الأوبريت اسمها نوارة على قبري نبتت. هاي لله. نقرأ لكم شوية طالع منها شوية باش تفهم الطرح. نوارة على قبري نبتت، ذكركم في أصوات تكبتت، ذكركم في برشة سامي، ذكركم في عمارة قصفت ورياح اللي بينا عصفت، ذكركم في برشة سامي، ياسين وسقراط وسامي وكل شهيد بعمره ضحى باش الاستبداد يتنحى إلى آخره. أوبريت كاملة وتصور وكتابة دراماتورجية وعندنا تصوير وعندنا باش نحتاجوا الأبنائنا في الأمن وفي من الأمنيين كاملين. أنا مانيش باش نقعد نقول ديوانة وحرس وبوليس، أمن من الصحراء للبحر، من الصحراء للبحر. باش نحتاجوا الديكور، باش نحتاجوا المعالم أثرية باش نقلوها ونرجعوها، باش نحتاجوا باش نحتاجوا باش نحتاجوا باش نحتاجوا. قداش ليلة تكلفتها كل؟ مية واربع آلاف دينار. باهي. ومش غريب نضطر باش نتسلف باش نزيد من عندي. ثم الشكون اللي خذاو 10 نصوص نتاع موتى من القرى ترجموه من العربي وخذاو ال 150 وال 200 الف دينار. جاني اخيرا الرد تاع وزارة الثقافة اللي على اثره مشيت للوزير ويرحم والديك والديه، ما خلي لهمش ما خلي لهمش ما زين لهمش. قالوا ماذا مش رد نتاع وزارة الثقافة، قالوا ماذا رد نتاع بحاث في مركز الشرطة. هذا اش يقول لي بعد؟ يشرفني اعلامكم. شو باش تعرف وزارة الثقافة؟ يشرفني تسبق الرفض، مستوى ثقافي كبير.
يؤسفني ما ما يشرفني، هو فرحان كي باش يقول لي راني رفضت، هو فرحان شيخ كذا كذا بعنواننا وراء على قبر النبس. شو باش يقول لي؟ النص يفتقر لكثير من باش نقرا لك المكتوب. النص يفتقر لكثير من المقومات الشعر من حيث الإيقاع واللغة والصور الشعرية، ولا يرتقي لعمل في مستوى أوبريت، كما أن الموضوع تم التطرق إليه في أعمال أخرى نذكر منها عملا للمملحن ياسين زنايقي. وقت وصلنا هنا، وصلت للفصل هذا، عملت تحت سطور ومشيت للوزير أعلمته مانيش في حاجة لوزارة الثقافة باش تعاوني، أنا باش نكتب تاريخي باش ننح في الصخر بظوافري. كان جيت في دولة متقدمة وفيها قيادة رشيدة وحكيمة، قيادة إبداعية وفكرية رشيدة وحكيمة، راني بزيادة اللي أنا أعوذ بالله من كلمة أنا ملحن كفء ومطرب درجة أولى وملحن كفء جدا وشاعر زاد لا يستهان به، رأني على رأس قائمة المنشطين في البلاد هذه. أنا عندي في جرابي برامج نتاع تنشيط في أول الثورة الله يرحمه، والله الله يرحمه، بدينا نضع في اللمسات الأولى لتنشيط برنامج أقوى برنامج إذا كان صار، صديقي الله يرحمه منجي الشهبي أرقد مقامش، عملنا جلسات وجلسات على أساس أني باش ننشط. قال لي سلاح أنا مشكلتي الوحيدة أني خايف للتوانسة ينساوا اللي أنت مطرب ويشدوا في التنشيط. قلت له لا اطمئن، صوتي في الحفظ والصون وموسيقاي في الحفظ والصون والتنشيط هذاك موضوع ثاني. وقبل مثلت مسلسل بوليسي في تونس مع جبار البحوري، ولكن الناس ما القيادة الفكرية في البلاد هذه ما اهتمتش بالموضوع. ويمكن سلاح مصباح ما سعاش أكثر. مش نعمل نمشي نشري فيه لما أنا يكتبوه لي باسمي كلام هذا؟ لا، لأنه في الفكر التونسي اللي باش ياخذ الشخصية الرئيسية مثلا، نقولوا ناخذ صيد الريم مثلا، الشخصية الرئيسية فيها هو صاحب المعمل، يجي منه صاحب معمل أسود هكا كلام هذا، ويجي منه طبيب يطلع أسود في المجتمع، يجي منه يطلع قاضي أسود إذا كان هو شخصية رئيسية، فهمت؟ هذا هي المنطلق نتاع تفكير فريح عليه ناقص. أنا طبعا باش نولي نحكي على روحي. يا بنتي كان نسمعك تسجيلات المسؤولين سامين فك المرفق العمومي ش يقولوا على المرفق اللي هما ياكلوا منه واللي هما يعترفوا انهم عايشين برشاويه في جلسات خاصة. مش مهم، دعنا يا بنتي، انا راهو احد الرؤساء العامين للمرفق العمومي بعد الثورة يحكي معايا جبد المحرمة ويبكي بالدموع بالشاقة، قال لي عصابة هنا. عصابة، عصابات. أنا ما عنديش أعداء في الحياة، شفت في المجال متاعي ربما البعض يقول سلاح مصباح عنده أعداء، مش صحيح، ما عنديش أعداء، أنا عندي ناس تغير مني لأني أنيق، لأني كاريزماتيك، لأني نعرف نتكلم، لأني نتقن مهنتي ونحترمها، ولأني نقوم بمهنة الصحفيين اللي يعتبروا في روحهم صحفيين، نقوم بمهنتهم خير منهم، لما نتحدث في موضوع نحطه في إطار. يتقلقوا مني، يتقلقوا، وراهو أخيرا راهو برشا بعثولي، والقرآن والرحمن وكتاب ربي نزيد، برشا بعثولي باش يحبوني نحضر معاهم. حضرت مرة مع لطفي العبدلي لغاية في نفس يعقوب، أنا نعرف علاش مشيت، سينو ما نمشيش. تصورني أنا ماشي نلعب مع أمين قرا، كلام توا هذا،
تي كلام توا هذا؟ تي معقول هذايا؟ تي نلعب انا مش ما نلعبش. انا نلعب. ثم حاجه ولات ممنوعه في البلاد وما عادش يحكيوا عليها بين ظفرين. الضخامه والفيانكا والتهنكيره ما يعرفوهمش. سخيلوها ارمي على جلدك كسوه واخرج برطع. تاج تونس هي سمعت قعدت نسمع في اللي تعمل الكل وكل يوم يزيد كل جمعه تزيد نقول اه هاني باش نسمع حاجه تدي سكا ولا عشر لبلادي. بلادي ماشيه لكاس العالم، سفرانا ماشيين لكاس العالم، هذوك باش يمثلوني انا واحد من الناس. شايخ نقول للجماعه من لابدين عندهم خدمه ولا بدين هم باش يخرجوا، خلينا من اكل اكل مقلي اللي تعدى قبل هذاك لافريتور. بون حضرت العمل ومشيت لوزيرة الرياضة. طلعت ياك باش نولي ننفذوا على حسابي. باسم الأمم خلوا القمم عالية، كرة القدم رايتنا تطير عالية، وتونس تونس عزيزة وغالية لو تلعبوا بروح متحمسين. ما جاوش على قريقش وزيرة الرياضة que je ne considère pas comme ministre d'ailleurs. هي عطاتك كلمة ومن بعد رجعت. هي ومديرة الديوان نتاعها. شنو ولينا؟ وين ولينا احنا؟ هبتي رانا في تونس، ما هم ما همش فاهمين الطرح. في حرب قيامة قامت. في قيامة قامت وقتها. كيفاش واحد أسود يطلع باش يخدم مضيف من قلة الناس عندنا؟ اي وبداو بعد كي دخلت عاد نخدم. وهي كان نحكي كيفاش دخلت نخدم مضيف وحدها تجي ندوه صحفيه ونلم الصحافه التونسيه الكل ونحكي لهم الحكايه مو يموتوا مع السكوبات ونحكي لهم الحكايه كيفاش دخلت مضيف. سي محمد بالحاج ربي يبقيه. اي نعم كان نحكيها الحكايه يبكي منها الحجر. كيفاش دخلت نخدم مضيف طيران يبكي منها الحجر. ومن بعد عاد بدات الألسن الخبيثة. ايوه أم والحنانة متاع وسيلة. لا واه لا أم الحارزة في الحمام اللي تمشي له وسيلة. لا بوه الشوفير متاع عند راشكونو. هما ما يعرفوش بابا شعمل للبلاد. كان نحكي لهم بابا شعمل للبلاد انما الفتاة ما قال انا وما تدخليش بابا باش نولي استواء جامي دلافي. مدير عام للطيران، مدير عام الشركة، وزير داخلية، يعرفوا اللي باجاجيست يهز حمال، حمال يهز في الباجاج ويحط، يسهر كل ليله في البلازا ويحل في دبوزه ويسكي وعنده جولف سيت ولا جولف سيس ولا ما نعرفش عليه شنو، ما يعيطولوش باش يسالوه منين جاه، والرسائل نتاع الناس اللي تتشكى من الناس حوايجها تتسرق في تونس يا رسول، في تونس يا رسول الله، في تونس يا رسول الله حوايج الناس شفت في الفيديو مرا مشويه على الذهب نتاعها تبكي. ويقف مدير عام يقول الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه ويتدخل له باش يخرج الجريمه نتاعو مش كبيره. سي كوا سيت بوند دو كريتان لا؟ سي كوا سيت بوند دو كريتان؟ سامحني خاطر هو تافه. انا نحكي على تونيسير دو تون دو سي محمد بالحاج ربي يبقيه. راجل وسيد الرجال. وسي العربي قرفالي ربي يشفيه. راجل وسيد الرجال.
وسي بودرباله راجل وسيد الرجال، كانت ناس هازة هكا الكبانية هازت، وكلنا خدمناها بعرقنا وما تخليناش دقيقة. كانت وقت اللي تهبط والله كنا كي نهبطوا في مطار، أقسم بالله العلي العظيم، أو تيان لا غازيل هكا. أو سي أمور جدية بعث لي يجي يقول لك 8 مرات باش نهضر معاه كل مرة. إي والنبي محمد والقرآن والرحمة باش نهضر معاه. لا يا ودي من مرة كلمتني واحدة قلت لها باهي قول له كيف هو مصر على حضوري معاه، ما يسألش يهز التليفون ويكلمني. هز التليفون نهار قاعد ودخلت لي بحدايا انسى في البلاصه اللي انت كنت قاعده فيها غادي. قلت سي سلاح انا لاسيستونت نتاع سي. مرحبا اهلا مرحبا مرحبا بنتي شنو احوالك لاباس؟ يعني فرحنا بها حبينا نقوم بواجب الضيافه رفضت. قالت لي سي سلاح راهي الدنيا تبدلت والامور تبدلت واحنا حصتنا خذيت منهج اخر وتبدلت. اي شنو المطلوب مني باش تحضر معانا في امور جديه؟ قلت لها سلم على اللي بعثك وقل له هاو علاش ما عادش نحضر معاك وما نحضرش معاك. قبل غلطت وحضرت معاه مرتين، لا حضرت معاه مره وكليت على راسي وحضرت معاه المره الثانيه باش نقول له لا مانيش خايف منك، والمره الثالثه اللي حضرت معاه باش نقول له نتحداك وهاني جيت وحضرت. طيب ما عادش نحب نحضر معاه. قلت لها تبلغ له الاربعه حاجات هذو فصل 2 3 4 مادامك تتوفر فيك الأربع صفات هذه ما يشرفنيش باش نحضر معاك. أنا كنت نلعب، أنا عملت كرة قدم في الملعب التونسي ولعبت فريق قومي أداني وأصاغر، على عكس اللي حثالات الإعلام يقولوا علي بوكسور. أي أي ما يحبوا يقزموا العبد يا أخي. بوكسور حاجة خايبة بالنسبة ليهم. ليه باش حاجه خايبه وقت اللي باش يعطيه الصفه لصلاح مصباح؟ اما من بعد يولي بطل. تعرف انا شكون كان يحبني برشا؟ عبد الرحمن الابنودي. وحكى لبعض الصحفيين لكن ما تغم. لطفي البحري مره كيف شكرني وديع صافي طلب عليا وقتها في الوقت هذاك وقت لي 100 دينار 100 دينار. طلب عليه 400 دينار باش يعدي اشقال فيا وديع الصافي في حديث. اقسم بالله العلي العظيم ونزيد دي لربي. قلت له والله تو نحي الشلاكه من ساقي ونعطيك بها 400 شحطه على راسك.